ولكن في البدايه واجب التنويه عن امر اعتقد انه يهم بص الناس بقى كتير. كريم، ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده وكنا قاعدين وبنناقشه ومع فريق الاعداد، وقلنا ان احنا يعني لازم نتكلم في النقطه دي او نوضحها في البدايه. فكره هنا ان يعني كل شويه حد يطلع يقول لك خد حصري او المعلومه دي جات لي او في حاجه انت مش عارفها انا هقولها لك، الكلام ده مش وارد تماما. وقلنا قبل كده واكدنا عليه، اي حاجه بتصدر او معلومه عن النادي الاهلي اتمنى وارجو حضراتكم تاخدوها من النادي الاهلي. مستر كولر مفروض ان هو امبارح كان عنده اعلان مهم جدا، هو قاله كده امبارح، قال ان هو لم يدلي باي تصريحات تماما اعلاميه لا بشكل مباشر او بغير مباشر من خلال وسيط ده، عشان يقفل بقى الباب اللي يطلع يقول لك ايه خد المعلومه دي طبعا. اصل هو الراجل انا قابلته واحنا ماشيين في الكوريدور في مش عارفه في شارع ايه، فما فيش الكلام ده. الراجل لا يدلي وطلع وقال لك انا ما قلتش اي تصريح لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، واكد كمان ان الامور الفنيه بتخص الجهاز الفني وما فيش مجال للنقاش فيها مع الاعلام ابدا او الجلسات الخاصه. فيا ريت هنا بقى اللي احنا بنرجوه انا وكريم واكيد كلنا كاهلاويه، يا ريت نقلل يعني او نقفل كمان الموضوع ده على كده ونتحرى الدقه ونسيب الجهاز الفني يشتغل مع الفريق ويحقق اهدافه. وكفايه بقى الناس اللي بتحاول ان هي تعمل يعني فيور شيب عالي على حساب مثلا كيان كبير زي النادي الاهلي او غيره، حاجه اعتقد مش الطف حاجه. نتمنى بس تتحري الدقه والمهنيه، لان اعتقد ده ما يزعلش حد ان احنا نطلع نطالب بيها كريم. مش حلو ان انت تقعد تقول اصل انا كنت قاعد مع فلان مع كولر وقال لي، اصل هو قال لحد صاحب ابن خالتي، يعني حاجات زي كده بتتقال حاجه غريبه جدا. الراجل بنفسه طلع قال لك انا ما قلتش حاجه ومش هقول حاجه ولا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. يعني نرجع ونقول تاني يعني. ادي اللي خدناه من السوشيال ميديا ومن الكلام الكتير المغلوط اللي بيطلع كل يوم والتاني على وسائل التواصل الاجتماعي، والكلام ده اتكرر مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره كتير الحقيقه، مع كل مجيء لمدير فني جديد كان بيبقى فيه تكهنات وكل حد يمشي بسكه تسمع مني الاسم الجديد هو فلان الفلاني ويتضح في نهايه الامر ان الاسم مختلف وبعيد كل البعد. حصل الكلام ده مع الصفقات الجديده. تاني نرجع ونقول لحضراتكم كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي لا يصدر عنه بيان الا من قبل النادي الاهلي من خلال قنواته المشروعه. بس انتهى كلام عند النقطه دي عشان ما نطولش، نقفل بقى الصفحه.